خلال 12 مواجهة جمعت بين المنتخبين الكبيرين طوال 28 عاما، فرض منتخب مصر هيمنته على هذه المواجهات بتحقيقه 7 انتصارات مقابل 3 فقط لمنافسه، فيما كان التعادل حاضرا بينهما في مناسبتين. ورغم حسم منتخب السنغال لأول لقاء جمعه بعملاق القارة الأول في افتتاح أمم إفريقيا 86 بهدف دون مقابل على ملعب القاهرة، رد منتخب مصر بعد نحو عام عندما تغلب عليه بهدف لأيمن يونس في دورة الألعاب الإفريقية بنيروبي، ثم تفوق أبناء النيل مجددا في تصفيات أمم إفريقيا ببوركينا فاسو بعد تعادلهم سلبيا في داكار ذهبا وفوزهم بهدفي حازم إمام وهادي خشبة إيابا بالقاهرة. في نهائيات أمم إفريقيا عام 2000 بغانا ونيجيريا فاز منتخب مصر في ثاني مواجهته في المجموعة الثالثة بهدف لحسام حسن. بعدها وفي صيف نفس العام كان التعادل الثاني بين المنتخبين بدون أهداف في تصفيات كأس العالم قبل أن يعود التفوق المصري في لقاء القاهرة في 6 مايو 2001 بهدف لأحمد حسام ميدو. في نهائيات أمم إفريقيا 2002 بمالي حقق زملاء النجم الحاج ديوف فوزهما الثاني بفضل رأسية المدافع لامين دياتا في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة، ثم استعاد منتخب مصر الأفضلية بفوزين وديين، الأول بهدف أحمد حسام في أكتوبر 2003 والثاني بأربعة أهداف لهدفين في 29 من ديسمبر 2005 بفضل هدفي حسن مصطفى وعماد متعب وثنائية لعمر زكي الذي عاد وأطاح بأسود الترانجا من نصف نهائيات أمم إفريقيا 2006 برأسية قاتلة بعد أن تقدم رجال حسن شحاتة بهدف أحمد حسن من علامة الجزاء، وتعادل مامادو نيانغ للسنغال. خلال المواجهات السابقة زار نجوم منتخبنا الوطني شباك المنتخب الغرب إفريقي 12 مرة مقابل 7 أهداف رد بها أسود الترانجا، كان آخرها ثنائية ضيوف وماني في لقاء الجولة الأولى في 5 سبتمبر الماضي.